السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. عدنا وإخواني أخوات، عدنا لكم ببيتي إن شاء الله. رحلة ستكون انطلاقة من الزهواء، مدينة مكناس، العاصمة اسمها المملكة المغربية، مدينة الملوك. عدنا لكم يا إخواني يا أخوات بهذا الفيديو. شكرا، وأنا دائما شكرا للشعب الإيفواري، شكرا لكوت ديفوار، شكرا على ما حملت الراية المغربية طرف ريفون لما انتهت المباراة. مبروك عليكم، مبروك كاس، مبروك كاس ثالث، مبروك عليكم، تستحقون الكثير، ونتمنى لكم ذلك السعادة. ونحب الشعب المغربي، نحبكم كثيرا ونحبكم كثيرا، ونتمنى لكم دائما الخير والسعادة. مبروك عليكم، مبروك ألف مبروك، كان إنجازا ما شاء الله، تستحقون الكاس، وإن شاء الله خيرا لكم وخيرا للشعب المغربي. وشكرا مرة ثانية على الراية المغربية والأغاني المغربية والنشيد المغربي في كوت ديفوار بمناسبة فوزكم بهذا الكاس، كاس أمم إفريقيا عام 2023. وإن شاء الله لقاؤنا سيكون 2025 في المغرب إن شاء الله في فصل الصيف، وإن شاء الله نتمنى أن يكون كاس مغربي في المغرب. إذن أغنية لكم الشعب الإيفواري بهذه المناسبة الجميلة، لكم هذه الأغنية وهذا الفيديو خاصا لكم بهذا الكناس. تحبكم وتمنى لكم دائما الخير، وكانت الحمد لله في المملكة المغربية عدة حفلات أمس، ودائما نحن شعب واحد، نحبكم ونتمنى لكم الخير، وشكرا جزيلا الشكر. We'll be right back.
إذن إخواني أخوات، وصلنا إلى المنطقة إن شاء الله، واستعدادات للمعرض الدولي للفلاحة كما تشاهدون على اليمين، أيضا تشاهدون أيضا تودروا، أيضا تشاهدون. شكرا. بون سيربيس، بون كوراج، الحمد لله، بلدنا بلد السلم والسلام، بلد الخير والخيرات. إذن وصلنا إلى شارع الصواني كما تشاهدون، إصلاحات أسوار، أيضا إصلاحات شارع الصواني إن شاء الله، استعدادا للمعرض الدولي للفلاحة الذي يقام كل سنة بالمملكة المغربية مدينة مكناس. شارع الصواني يا إخواني وأخواتي كما تشاهدون على اليمين، استعداد للمعرض الدولي للفلاحة الذي سيقام كل سنة في المملكة المغربية مدينة مكناس. إذن أمامكم تشاهدون على الشمال شارع الصواني في الإصلاحات، إن شاء الله تنتهي الإصلاحات ونأتيكم بجديد ثم الجديد. إذن إن شاء الله قريبا إن شاء الله سندخل في نشاطات واحتفالات في المعرض الدولي للفلاحة الذي يقام كل سنة في مدينة مكناس. مكناس مدينة الملوك، العاصمة اسمها المملكة المغربية. إذن تبقى دائما الأغنية والفيديو خاصة للشعب الإيفواري بمناسبة هذا الجميل، مناسبة كأس إفريقيا للأمم 2023، وإن شاء الله نتمنى أن يكون كأس أمم 25 الذي سيقام في المغرب سيكون نصيب للمملكة المغربية، وإن شاء الله سنفتح أيضا حفلات وجولات ورحلات ونشاطات. إذن دخولنا إلى ابن محمد سباتة والاستكمال للأغنية. وصلنا إلى الرومبوان على اليمين إلى الهديم، وسنأخذ الطريق هنا إلى حي الطلبة، حي الرفاق، ثم وصلنا إلى قرطبة، ثم وصلنا إن شاء الله إلى مرجان. وإخواني أخوات، شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا أوفياء، شكرا لكم تتبع القناة الصغيرة. Thank you very much, thank you so much. Vamos, vamos, et pora, et pora. إذن دائما مع الشعب الإيفواري في هذه المناسبة الجميلة، مع الشعب الإيفواري الذي يحب الشعب المغربي، وكل ذلك الدليل ذلك ما شاهدناه، ما شاهدناه في المباراة، وما شاهدناه بعد نهاء الكأس، ما شاهدناه أمس بالليل، أغاني نشيد وطني، ثم رفع الراية المغرب رترفرفو، ما شاء الله على الشعب الذي يحب شعبنا. نتمنى لكم دائما الشعب، نتمنى لكم الخير، وإن شاء الله هذا الكأس سيفتح لكم أبوابا أخرى إن شاء الله خيرا لشعبكم. نتمنى لكم دائما
الاستمرار ثم الاستمرار، شعب يحب شعبنا ونحن نحب جميع الشعوب بدون استثناء. نحن نحب جميع الشعوب بدون استثناء، لا نكره أحدا ولا نبغض أحدا ولا نتكبر على أحدا ولا نريد شيئا من أحدا، لكن نضع كل نضع كل في مكانه المناسب. يقول لكم الفنان ورانيخشا بأن الحبيب الصديق الأخ يقول لا أعرفك نسيتك. إذن هنا اللغز والكلمة والمعنى، ويقول لك هل نسيت تلك الأيام ونسيت الخير الذي قدمنا لك ونسيت ونسيت اسمع اسمع وتمتع في كلامنا عسل المعسل، كل ألغاز كل معاني كل فلسفة أمازيغية. حي الزيتون حي الطلبة حي الرفاق، وتبقى الكلمة دائما تقول لك اسمع اسمع وتمتع اسمع. رحلتنا تستمر في حي الزيتون حي الطلبة حي الرفاق، ودائما تبقى أغنية الشعب إيفواري. مبروك ألف مبروك، مبروك عليكم، مبروك مبروك ألف مبروك، تستحقون الكأس بكل صراحة. شعب جميل، شعب يحب شعبنا، شعب قدم لنا الكثير، شعب شعب وشعب وشعب نحبه دائما، ونتمنى الخير للجميع بدون استثناء. لا نكره أحدا، لا نبغض أحدا، لا نتكبر على أحدا، لا نريد شيئا من أحدا، لكن كل إنسان في مكانه. إذن وصلنا إلى الجامعة الكلية العلوم، دائما نتذكركم ونقول لكم ذكريات جميلة لا تموت، ذكريات جميلة لا تموت. دور الشرف يا إخواني يا أخواتي، تذكر تلك الأيام جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم، ومن ينسى هذه الذكريات؟ وأينكم يا شباب؟
أينكم يا أصدقائي الأعزاء؟ أينكم تلك الأيام التي مرت لا تموت وتبقى دائما ذكريات لا تموت، لا تموت دائما، لا تموت، لا تموت. أين هنا إخواني أخوات على ما تشاهدون على اليمين؟ هنا استعدادات يا إخواني أخوات للموسم، استعدادات للمعرض الدوري للفلاحة، أيضا هنا ستقام أيضا ركوب الخيل، ثم أيضا تبقى جمال إن شاء الله. وسأتيكم كل من هو جديد في مدينة مكناس، اعتذار لكم إصلاح الطرقات، لأن إخواني أخوات نحن في استعداد لكأس إفريقيا للأمم 2025. إذن هم تشاهدون إصلاحات في الطرق، إصلاحات في الملاعب، إصلاحات في عدة مسائل تهمنا إن شاء الله، لكي إن شاء الله نستقبل هذا الكأس، كأس إفريقيا للأمم 25، في فصل الصيف والحرارة والبحر، ويكون جميل جدا للمسافرة إلى عدة مدن لنشاهد المباراة مباشرة إن شاء الله. كان العمر مديدا في يد الله تعالى، كان العمر مديدا، لأن الحياة أعمار بيد الله وأرزق بيد الله. نتمنى ونتمنى كن فيكون، كن فيكون، واللي بغى ربي هي اللي كاينة. قرطبة يا إخواني أخوات من مدينة مكناس، من العاصمة إسماعيل ومكان غرب مدينة الملوك. قرطبة يا إخواني أخوات أو حي السماء أو حي جامعي، إذن كما كانت في كلمات تجد منطقة واحدة، قرطبة حي السماء والحي الجامعي. We'll be right back.
الجامعة على اليمين إخواني أخوات، هنا سودعكم روبوتياج، وهنا سأقول لكم مع السلامة إخواني أخوات، نلتقي مرة ثانية في فيديو آخر في منطقة أخرى، وتبقى دائما جولتنا وكلامنا دائما للشعب الإيفواري بمناسبة هذا النشاط الكروي بمناسبة الكأس. نقول لكم مبروك مبروك ألف مبروك 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 مليون مبروك، تستحقون، شعب جميل، شعب يحب الخير للجميع، شعب يحب شعبنا وشعبنا يحبكم جميعا، شعبنا يحبكم، شعبنا دائما يتمنى لكم المساعدة، يتمنى لكم الخير. إذا أتمنى لكم دائما السعادة وطول عمر ودرية صالحة، شعب جميل جدا، قدمتم الكرة وقدمتم الكرة والفن والثقافة، قدمتم شيئا جميلا في هذا المناسبة كأس إفريقيا للأمم 23. إذا إن شاء الله يكون لقاؤنا أردا مرة ثانية، وإن شاء الله لقاؤنا سيتجدد إن شاء الله أيضا 25 في المغرب إن شاء الله، ونتمنى أن يكون كأس مغربي ويبقى مغربي ديما، المغرب ديما، المغرب ديما ديما ديما، المغرب أبو الدنيا. بارك السي محمد، بارك السي محمد زعلان، مالك يا السي محمد زعلان؟ السياقة تريد أن تكون عندك دم إنجليزي، يكون لك دم إنجليزي، تريد أن تفيد خاصة في هذه المناسبات، إصلاح الطرقات وإصلاح عدة مسائل، استعدادنا إن شاء الله للكأس إفريقيا 25. وهنا سأقول لكم إخواني أخوات مع السلامة، إذا إن شاء الله إخواني أخوات استعدادنا إن شاء الله، لاستعدادنا إن شاء الله لعمل رحلة إلى أم الدنيا. إذن هنا أخوات أخوات سأقول لكم شكرا ومع السلامة، وإن شاء الله أبو الدنيا سيصل إلى أم الدنيا إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله أبو الدنيا سيصل إلى أم الدنيا، وتكون منطقة إسكندرية ببحر إسكندرية إن شاء الله في فصل الصيف كان العمر مديدا. ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.